لا اصل هي ما هي اصل هي مقنعه لو انت بتتكلم في قصه ان انا بلاعب اكرم توفيق باك رايت عشان يبقى بيدافع عشان قدامه محمد صلاح، ممكن ما يدافعش. انت ما حطيتش محمد صلاح اصلا في المكان ده، وفي الاهم بقى بعد يعني انت اذنك. دخلت محمد عبد المنعم عشان يقف يقفل الجبهه دي عشان محمد صلاح ما بيدافعش كويس. فمحمد صلاح اصلا ما كانش بيلعب في اليمين، هو كان بيلعب دي راس نقطة، حرب. دي نقطة مهمة يا كابتن جمال، واكملها لك بقى. انت تلعب 4 3 3 بالظبط، يعني، انت اصلا موقف واحد من الثلاثة دول عشان على اليمين يدافع. عشان يبقى برضه بدل بالظبط محمد صلاح ومصطفى محمد كمان. بالظبط. فانت يعني لا، انت في اوريدي لخبطه. قفلها. يعني احنا بنتكلم لو هو بالنسبه له، يعني بالنسبه لمستر كيروش، اللعيبه المصريين ممكن تبقى مغموره، يعني ممكن يغير اماكنهم يعني براحته، مش عارفهم. مش عارفهم. اه انما ده الكلام الكابتن هشام بيقول، يمكن هو مش عارفهم فبياخد جهاز المعاون. طب مش عارف محمد صلاح بيلعب فين؟ لا يعني اكيد لا. كارثه. يعني اكيد لا. يعني صح؟ اكيد لا، اكيد لا، ما ف ينفعش. لا ما اعرفش، هو فكر معين ايه وهو الحق؟ طب برضه يا كابتن جمال، هو انا ما خدتش النتيجه من كابتن هشام وعايز اخدها منك، ايه اللي يخليه يعمل هذا الكم؟ انا افهم انه في مدير فني يبتكر في مركز، يغير لاعب عشان عنده فكره معينه، يغير خطه، لكنك تعمل 4 تغيرات كبيره في الفرقه سواء خطه او لاعبين او مراكز، حاجه غريبه. هي دي طريقته، هو ده اللي انا قلته لك. ان بس كتير كذا حاجه، مش لو حاجه واحده. قرينا، لو قريت السي في بتاعه تحديدا، مثلا فتره تيران، البرتغال، برتغال، فتره البرتغال اللي هي كريستيانو، ناني، راح برضه ملاعب كريستيانو راس ناني حربه، صح، وناني، وخلى وناني وخلى ناني فيريرا اللي كان باك رايت راح ملاعبه باك ليفت، صح وداه باك ليفت. صح. فا والله ما كان بيلعبوا ريال البرازيل، مدريد، ريال مدريد بيكام في النص. وبيكام في النص، وهيلجيرا لما كان بيلعب سيد باك فجأة راح ملاعبه رقم 6 في نص الملعب. ف يعني ما اعرفش، هي دي طريقته. يعني هو بيبقى شايف حاجات في امكانيات اللعيبه، دي وجهة نظره هو. ماشي، لما يشوف ان ده غلط يا جمال يرجع بقى للصح، بس هي دي اللي احنا بنتكلم فيها، اللي بس انا بقول انت لك برضو عليها. عارف يعني المدربين البرتغاليين هم عناديين جدا، عناديين جدا. انا اتمرنت وعارف، يعني وانت عناديين اتمرنت وعارف جدا جدا، فدايما بيبقى عايز يبقى هو الصح، وشايف ان هو فعلا الصح والناس كلها غلط. بص المشكلة في فبيبقى ايه؟ عايز يثبت ده، حتى لو هو عارف انه ممكن يبقى غلط، لا بيبقى عايز يثبت انه ده الصح.